أن وجود الفرنسي والوجود الإيراني هو سبب رئيسي في خلق جو مسكن مختلف، مسكن هذا يعني قصدك مسكن آلام للدرجة الأولى طيب. الذي منع أي إمكانية لإطلاق أو التعدي، رغم أن هناك صواريخ أطلقت على دولة الكويت قبل القمة، ولكن بالحقيقة الحال وجود الفرنسي كوسيط بين الطرف العربي والطرف الإيراني هو الأساس في خلق جو مغاير. لو كان الطرف الأمريكي موجود لتغيرت المعادلة، لكن الآن الدور الفرنسي هو دور جديد في العراق، ليس له خلفية سلبية، هو مؤثر على الإيرانيين جدا، وبالتالي العرب يقبلوه، وبالتالي جاء هذا المناخ المسالم الذي يمكن أن يكون مؤثرا في المستقبل أكثر. طبعا أنا ما أميل جدا مع رأي الدكتور في قضية أنه فرنسا يعني مستمرة على فكر الديغولي. الفكر الديغولي نعم يعني كان اتجاه العرب بكثير من الإيجابيات المهمة، وهذه لا يمكن أن نخفيها، ولكن أعتقد أن بعد شيراك قد تغيرت المعادلة، وأنه ما بعد ذلك يعني بحب ساركوزي وما بعد هناك تحول في النظرة الفرنسية للعالم العربي، ولكن هذا لا يلغي كل الإيجابيات المحتملة، وأن العراق لديه تاريخ إيجابي جدا مع الدور الفرنسي، خاصة أنه لا يوجد احتلال فرنسي للعراق قديم، وبالتالي العراقيون غير حساسين من الدور الفرنسي في